السلام عليكم. اولا كيحصل لي الشرف اني نكون مع الناس ديال البكره هنايا. كنت حضرت معاهم في الدوره الاولى، دابا معاهم في الدوره الثانيه. كمرأة يعني كتشارك في هذا السباق ديال الماراثون كيشرفني وكيشرف الناس ديال العائله ديال البكره. وكان نهار كبير اليوم، كان عرس رياضي تبارك الله اللي صراحه الله كانوا فيه الناس رياضيين كبار تبارك الله، وكان داكشي في المستوى تبارك الله، داكشي كان قمه. نتمنوا الله هادشي يستمر دائما. انا حضرت العام اللي فات وهذا العام حضرت، يعني واش في شي حاجات اخرى جديده تميز هذا العام؟ تبارك الله كان شي حاجه جديده على العام اللي فات، شي تحسن تبارك الله، وكان يعني تبارك الله هذا العام احسن وافضل.